إيماناً منا بأن التعليم حق لكل إنسان، وبأن التجديد والتطوير الدائم لأساليب التعليم أصبح ضرورة في هذا العصر التكنولوجي الدائم التغير. فقد قمنا بتطوير برنامج التعليم الجديد Calboard Complete ليتماشى مع احتياجات هذا العصر ومستجداته. Calboard Complete هو برنامج للحلول التعليمية الذكية، يقدم مزيجاً رائعاً من التعليم الفعال والاستمتاع والمرح، مما يجعل أسلوب التعليم والتعلم أسهل، أسرع، أمتع وأفضل لكل من الطالب والهيئة التدريسية. من ميزات برنامج Calboard Complete وتطبيقاته التي تعمل على الأجهزة المحمولة: تقسيم الطلاب إلى مجموعات متفاعلة داخل الحصة الصفية، القدرة على تقديم الامتحانات والتمارين في مجموعات أو بشكل فردي، تسجيل الحضور والغياب تلقائياً في الصف، إعطاء الطالب القدرة على إرسال الأسئلة للمعلم والتواصل معه داخل الصف أو من المنزل، توفير خاصية مختبر اللغات داخل الغرفة الصفية، مما يساعد على التمرين على تلاوة القرآن مع القدرة على تسجيل التلاوة مع تصحيح المعلم، إعطاء الطلاب القدرة على التحكم باللوح التفاعلي عن بعد، حفظ جميع الأنشطة الصفية على مخزن المعلومات لدى المدرسة في حالة الحاجة للرجوع لأي معلومة أو جواب ذكر في الصف، أو في حالة الحاجة لإصدار تقارير وإحصائيات بدقة وفي غضون ثواني، إعطاء الآباء القدرة على الإشراف على أداء أبنائهم وتحسنهم. لقد أثبتت الدراسات أن معدل استيعاب الطالب في الغرفة الصفية من خلال الأدوات والتقنيات المتوفرة حالياً بما فيها الألواح الإلكترونية والعروض التقديمية وغيرها لا يتجاوز 30%، في حين أن استخدام برنامج Calboard Complete وتطبيقاته التي تعمل على الأجهزة المحمولة وتطبيق أسلوب تقسيم الصف إلى مجموعات حوارية يرفع معدل الاستيعاب إلى 50%، وهي نسبة تعتبر مرتفعة. Calboard Complete يعني تجمع بين الحداثة بالتعليم والتعليم التقليدي. أنا كمدرس استفدت منه أن بقدر أوصل أي درس بدي أو أي معلومة بدي إياها بطريقة تفاعلية للطالب، وهي الأشياء اللي أصلاً بيهتموا فيها الطلاب، أنه أنا بدي أتعلم بس بطريقة ممتعة وبطريقة فنية. أكبر فائدة كان من وجهة نظري إلي اللي هو التفاعلية داخل الغرفة الصفية، يعني الطالب صار بيقدر أنه يتفاعل مع الأستاذ بشكل كتير مريح. قدرنا نوظف خلينا نحكي هاي الأدوات بشكل فاعل حتى أنه الطالب يشعر أنه في عنده استمتاع داخل الحصة الصفية. Calboard Complete Solution بتساعدني كتير لما أنا بحتاج أني أقسم الصف تبعي لجروبس، هي وسيلة بتوفر وقت، بتوفر جهد، بتسهل الاتصال. أهم فوائد برنامج Calboard في التعليم أنه بيساعد المعلم على عمل مجموعات تعليمية في داخل الغرفة الصفية، بيعزز العمل الفريقي ما بين الطلاب بحيث أنهم بيظهروا كفريق واحد بيعمل على حل مسائل مشتركة، بيوظفوا كامل طاقاتهم وكامل قدراتهم في حل هذه المسألة. ما بستغني عن الكتاب بالمطلق، الكتاب حيكون رفرنس، لكن أنا اللي بجي بقول بدي أحل مشكلة، بدي أحل مشكلة إنه أوزان الكتب اللي بيجي فيها الطالب ثقيلة جدا، تحن ظهره، فبالتالي بتسبب له مشاكل صحية لما يكون ماسك تابلت، خففنا مشكلة كبيرة. لازم ننتبه إنه التكنولوجيا الحديثة في التعلم والتعليم لا تغني عن المهارات الأساسية في تعلم اللغات، خصوصا الكتابة وخصوصا استخدام الدفتر واستخدام القلم، لأن الكتابة تعتبر في أعلى هرم مهارات التعلم اللغوي، ولا بد يعني من الانتباه لها بشكل جيد. بنركز على الشباب وبنركز كمان إنه نتطور معهم، لأنه
الجيل الشباب العربي حاليا جيل متطور جدا وجيل تكنولوجي وجاهز، واحنا بنحاول قدر الامكان نمشي مع هذا الجيل. الى الان انا متفائل جدا ورح نعمل بوشينج لهي التجربه، لان مقتنعين بفكره التكنولوجيا داخل الغرفه الصفيه. احنا بدنا اسم كالبورد يكون مناره للعلم بالعالم، يعني الكالبورد بدنا تكون مرتبطه بالتكنولوجيا، مرتبطه بالتعليم.